يتفقد زكي الدفاعات ويقف أمام باب متحرك فوقه ثقوب، منها كان يسكب الزيت الساخن على العثمانيين الغزاة. هناك أيضا أنفاق تحت الأرض تربط الحصن بحصون المدينة الأخرى. ينظر زكي أيضا إلى نظام تخزين مياه الأمطار الذي يصل إلى خزان، وهذا أتاح للجنود النجاة داخل الحصن شهورا عدة أثناء الحصار العثماني. كانت حامية الضباط تقع على ارتفاع عال في القلعة الرئيسية. زوروها اليوم واستمتعوا بالمناظر الرائعة التي تطل على المدينة. إنه المكان المثالي لمراقبة العدو المقترب. الشمس تغرب، إنها نهاية يومنا، وأتمنى أن تكونوا قد أحببتم ما رأيتموه وأخذتم فكرة صغيرة عن وطني وهران. إن أردتم خوض تجربة وهران بالكامل فعليكم القدوم إلى هنا وأخذوا جولة شاملة. السلام عليكم. مدت أمام اختبار الزمن. في العام 1299 جاء الملك الميريني الذي نسميه أبا يعقوب المنصور للسيطرة على مدينة تلمسان. أتى إلى هذا المكان الذي كان يقع خارج المدينة وأسس ثكنة للسيطرة على المدينة. بالطبع كان الغرض من الهجوم الهيمنة عليها. هذه هي المنصورة، بقايا ثكنة يعقوب العسكرية التي كان يأمل في احتلال مدينة تلمسان المسورة منها. فيها مئذنة تطل على العدو حتى يتمكن الجنود من المراقبة. مئذنة المنصورة مميزة جدا، أتعلمون لماذا؟ لأنها بنيت بارتفاع عال جدا، فقد كان يبلغ ارتفاعها 45 مترا، وبنيت عن قصد لتتيح للملك الفرصة لمشاهدة كل ما يحدث في المدينة. تمتاز مئذنة المنصورة بزينة وزخارف جميلة حقا، وأعمدة مختلفة الألوان، بحيث يمثل كل لون شيئا له علاقة بالإسلام. أمل يعقوب بتحقيق نصر سريع، لكن الحصار تحول إلى معركة استنزاف تطلبت بناء هذه القلعة الضخمة. بعد بناء هذين المبنيين أصبحت المنصورة مدينة كبيرة محاطة بسور عظيم، وضم هذا السور العظيم 88 برجاً. تبعه بناء مسجد كبير كان قائماً فيما سبق على هذا الفناء الفسيح، وبالطريقة نفسها التي تميزت فيها المدينة بدار عبادة المتدينين هذا. كذلك للمسجد القدرة على تحويل القلعة إلى مدينة. كان دخول المسجد غير تقليدي إلى حد ما. خصوصية هذه المئذنة أنه يمكنك العثور على الباب الرئيسي للمسجد في المئذنة. في المساجد العادية تكون المئذنة والباب منفصلين أحدهما عن الآخر، لذا فإن مئذنة المنصورة هي في الوقت نفسه المدخل الرئيسي للمسجد. كانت مدينة كبيرة، وبالطبع شيدوها للعيش هنا في تلمسان. في الواقع كانت لدينا في ذلك الوقت مدينتان مختلفتان، الأولى هي المنصورة المحاطة بسورها، والثانية هي مدينة تلمسان الأصلية، ويحيط بها سور عظيم حتى مدينة أكادير. كانت تسميته لقلعته المنصورة ضرباً من الفخر، لأن يعقوب منصور لم يستطع هدم جدران تلمسان مهما حاول جاهداً. تخلى عن مهمته في العام 1307. استمر الحصار مدة 8 سنوات، وهو يحاول ويحاول جاهداً دخول مدينة تلمسان ليسيطر أو يهيمن عليها، لكنهم لم ينجحوا، وبعد 8 سنوات من المحاولة عادوا إلى بلدهم. نغادر تلمسان ونتجه عبر جبال الأوراس إلى شرق الجزائر، حيث نستكشف تينغاد الرومانية في ولاية باتنا.
ضربات ريشة فنان. بيتنا كان مليان ألوان، أصفر أزرق، أو ابتكارات تفتح الآفاق. مباني بدأت تتزرع بدل مباني بتتبني. بتجارب مذهلة بالألوان أو إبداعات نابعة من الأعماق. الأفكار تجي بأغرب الأوقات، ممكن قبل ما أنام تجيني فكرة. قصص ملهمة تسافر بنا إلى عوالم جديدة. فن هو لغة عالمية وفي عنده حدود لا متناهية من الإبداع، وتدخلنا عالم الأشكال والألوان. الموضوع ما هو سهل بس كان ممتع. دور المصمم أنا لإلي هو رسالة أمل. مصممون كل أحد على منصات الشرق. تشاهدون بعد قليل أخبار الشرق. إنها من أقل المناطق تطوراً في الجزائر، ونتيجة لذلك فيها أكثر المناظر الخلابة في البلاد. ومن غير المفاجئ أن تكون هذه المنطقة ذات يوم ملكاً لملوك يور الأمازيغيين النوميديين، مقابرهم تهيمن على ريف باتنا، وهي تمثل دليلاً حياً على مملكة جزائرية قوية قد فنت، كانت موجودة قبل 2000 عام تقريباً من اشتعال نيران الاستقلال من الاحتلال الفرنسي. في سهول باتنا على طول سفوح سلسلة جبال الأوراس توجد أيضاً مستوطنة رومانية محفوظة بشكل جيد جداً، لدرجة أنها تسمى بومبي الجزائرية. إنها مدينة تيمغاد، وهي محطة لابد من أن يزورها أي مسافر مقدام. إنها إحدى جواهر الجزائر الأثرية. بنيت تيمغاد من قبل الإمبراطور الروماني العظيم تراجان في العام 100 بعد الميلاد، لتكون معسكراً لجنوده الرومان من فيلق أوغسطين الثالث. ازدهرت المنطقة بسبب الإنتاجية العالية لهذه الهضاب العالية التي امتازت بإنتاج القمح، وبعد ذلك شكل القمح الأفريقي الشمالي وزيت الزيتون خاصتها مصدراً اقتصادياً رئيسياً للمنطقة. تشتهر المدينة بقوس نصر عظيم، وكان على كل زائر للمستوطنة أن يختار الإله الذي يعبده. عالم الآثار المحلي قادر بن صالح يعرف هذا الموقع جيداً. لدينا نقشان عن ألوهية كونكورديا ومارس إله الحرب، وهذا يعني أنك إن قدمت إلى المدينة مسالماً فأنت مرحب بك، لكن إن كنت تنوي الحرب فستتم مراقبتك عن كثب. بمجرد دخولك إلى طريق النقل الرئيسي يمكنك حقاً التأمل في هذه المستوطنة التي تخطف الأنفاس وتجسد أسمى مثال للتخطيط الحضاري الروماني. تأخذ تيمغاد شكل مربع تام يتكون من 111 مربعاً سكنياً مكوناً من منازل ومبان عامة. تقسم البلدة بواسطة شارعين رئيسيين متعامدين أحدهما مع الآخر. بنيت المدينة على أساس مخطط روماني نموذجي، وهذا يعني أن هناك شارعاً رئيسياً اسمه اللاتيني ديكيومانوس، وشارعاً يعامده اسمه كاردو ماكسيموس، وهي كمحاور بوصلة. لذلك الشارع الشمالي الجنوبي هو كاردو ماكسيموس والشرقي الغربي هو ديكومانوس. يلتقي هذان المساران عند الميدان، وهو الساحة الرئيسية للمدينة ويعد قلبها، وفيه مكاتب قضائية ومحكمة ومبنى الكابيتول. كان الميدان مركز الحياة العامة الرومانية، وكان مكاناً للتجمع الاجتماعي ولبيع البضائع على حد سواء، وكان فيه مكان صلاة مخصص للإمبراطور تراجان وانتصاراته العسكرية. ثم هناك مبنى الكابيتول، هذا المعبد الشاهق مكرس للآلهة جوبيتر وجونو ومينيرفا. يوجد 14 حماماً رومانياً في تيمغاد،
كانت متاحة أيضاً للمسافرين المرهقين الذين يدخلون المستوطنة. هناك أيضاً المدرج، إنه مبني على جانب تل، وهو أصغر نسبياً من المدرجات الرومانية الأخرى، لكنه لا يزال يتسع ل3500 متفرج في يوم مزدحم. الشيء المثير للاهتمام في تيمغات بالرغم من مظهرها المذهل هو أنها مدينة مذهلة لها تاريخ غير معروف إلى حد كبير. مراجعها التاريخية قليلة، لكن بشكل عام نسيت تيمغات في التاريخ الروماني، لكن بالطبع عادت للحياة من خلال الآثار الرائعة التي لدينا اليوم. تبين لنا أن تيمغات قد دمرت في وقت ما في القرن الخامس على يد قطاع الطرق المغاربيين، وعندما غزا البيزنطيون شمال أفريقيا في العام 533 وصلوا إلى تيمغات ليجدوها مهجورة. اكتسى الموقع بالرمال وتم نسيانه حتى تم التنقيب عنها أثناء أوائل حقبة الاحتلال الفرنسي للجزائر. وجهتنا التالية هي بيجاية، وهي على مسافة رحلة 3 ساعات بالسيارة، مفعمة بالمناظر الطبيعية الرائعة في منطقة تعرف باسم القبائل. تشكل تلالها جزءاً من سلسلة جبلية تمتد غرباً إلى جبال أطلس المغربية، وشرقاً إلى جبال الأوراس على الحدود مع تونس. عاصمة القبائل هي ميناء بيجاية، وحتى ساحل المحيط بهذه المدينة الصناعية يحتوي بعض الشواطئ الرائعة. كانت لهذه الأرض أهمية خاصة عند الأمازيغ إلى قرون عدة، وفي الآونة الأخيرة لدى الشعراء مثل حسن محمد. كون المدينة التي لا تنام ولا تدع الآخرين ينامون، مستيقظة ليلا ونهارا، سترفعك الأمواج أعلى من أعلى المرتفعات، وستدفع بك الأمواج أكثر، وستحفر لك الأمواج دربا أعمق من الأعماق. منطقة القبائل تشكل منطقة الأمازيغ الأساسية. الأمازيغ هم السكان الأصليون لشمال إفريقيا، وكانوا هنا قبل قرون من وصول العرب في منتصف القرن السابع. يشتهر الأمازيغ بمهاراتهم الحرفية مثل صناعة الفخار والسجاد. على الرغم من أن التأثير العربي كان له وقع كبير على قواعد اللباس الأمازيغية، إلا أن ملابس النساء على وجه الخصوص تعكس الأصول القديمة. لطالما كانت نابضة بالحياة ومزينة بأزيائهن المرصعة بالجواهر والزخارف والأنماط والشعرات. لكل منطقة أمازيغية مثل منطقة القبائل أزياؤها التقليدية الخاصة بها. علياء عسيو حاجي هي خياطة من منطقة القبائل تجسد هذه التقاليد في الملابس التي تصنعها اليوم. سأريكم بعض الملابس التقليدية. على سبيل المثال، هنا يمكنكم أن تروا اللون الأخضر والأبيض والأسود. الألوان الأمازيغية وأنماط جدائل مميزة. توجد على هذه السترة أنماط من منطقة هوغار. إنها مزيج من أسلوب هوغار مع أنماط قبائلية. يتحدث الناس هنا بلغة الأمازيغ، اللغة القبائلية. الأمازيغية هنا لا تزال تدرس بشغف في المدارس. أقرت اللغة الأمازيغية رسمياً للمرة الأولى في الجزائر في العام 2002، بعد عام من أعمال الشغب التي خلفت أكثر من 100 قتيل في منطقة القبائل. في العام 2016 كرست في دستور البلاد كلغة عامة إلى جانب اللغة العربية.
يشرح مدير مدرسة بدر إبراهيم أهمية اللغة لحس المرء بالهوية. نتجه اليوم نحو العولمة. مع التطور التكنولوجي أصبح العالم كقرية صغيرة، لذا فلا داعي لإخفاء هوية أي شخص أو حجبها. من الأفضل المضي قدما وتعويض الوقت الفائت، وعلى وجه الخصوص نحن مهتمون بهوية الشخص. يتركز هدفنا لا سيما في البداية في النظام المدرسي على بدء عملية التعليم باستخدام اللغة الأم، وهي بالفعل خطوة كبيرة، خطوة كبيرة لأنه ولسوء الحظ بالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون في المناطق الناطقة باللغة الأمازيغية أو العربية يبدأ تعليمهم دائما بلغة أجنبية. تأخذنا رحلتنا الأخيرة إلى قسنطينة التاريخية. موقعها الجغرافي الفريد يضعها على بروز صخري متصل بثمانية جسور. إنها مدينة مزدحمة بتعداد سكاني يقرب من نصف مليون شخص، ونظام طرق معقد أحادي الاتجاه لعبور المضيق. إنها أيضا مكان تاريخي وتقليدي، مدينة الأسواق الجذابة التي تقدم الأطباق المحلية الشهية والطعام مثل الكسكس الأسود. إنه يسمى مزيت. يشرح صاحب المطعم المحلي بن عاشور بي المزيد عن هذا الطبق القسنطيني المميز. الكسكس الأسود المسمى مزيت هو طبق كسكس نموذجي من قسنطينة، والجدير بالذكر أنه جزء من مدرسة الطبخ المنتشرة في مناطق أخرى، لكن طريقة طهوه في قسنطينة مميزة. إنه كسكس توارث الناس خبرات طهوه من القرن السابع عشر، والناس جميعاً فخورون جداً بنقله من جيل إلى جيل. إنه أحد أهم فنون الطهو. هذا الكسكس مصنوع من قمح، يترك فترة طويلة حتى يصبح أسود بالكامل. مزيت الكسكس الأسود محضر من الشعير. يخمر الشعير في حفر تحت الأرض ويترك مدة تصل إلى عامين. إنه رمز لتراث الطهو في قسنطينة والمنطقة المحيطة بها. عادة ما يتم تقديم المزية مع مرق اللحم الحار والحمص المطبوخين بالبهارات المحلية. يمكنكم العثور على هذا الكسكس الأسود في مناطق أخرى، لكن لكي تجدوا الكسكس الحقيقي عليكم القدوم إلى مدينتنا الجميلة وزيارة قسنطينة. مسجد عبد القادر هو الأقدم في المدينة، ويلقبه السكان المحليون بتاج محل خاصتهم. بني في القرن الثالث عشر في موقع ديانة وثنية، وكان الهدف منه استيعاب معظم سكان قسنطينة. بالرغم من إعادة بنائه على مر القرون وامتلاكه واجهة حديثة، إلا أن تصميمه الداخلي لا يزال يحتفظ ببعض ميزاته الأصلية. يعد هذا المسجد الضخم بمثابة بيان إسلامي قوي، وذلك ربما لأن قسنطينة قبل مجيء الإسلام كانت أول مدينة جزائرية للديانة الرومانية. سميت على اسم إمبراطورها التقي الذي يحمل الاسم نفسه. أطلق عليها الفينيقيون اسم سيرتا. في الواقع لطالما كانت قسنطينة في قلب الحياة السياسية والثقافية في الجزائر. يقدم متحف سيرتا في دار البلدية القديم عرضاً انتقائياً للتماثيل والأفاريز وشواهد القبور. تخبرنا مديرة المتحف الدكتورة أمل سلطاني بالمزيد عنه. ما يميز هذا المتحف أنه يروي قصة الجزائر بأكملها. تبدأ قصة قسنطينة مع شواهد القبور الفينيقية التي عثر عليها في المنطقة، التي تحتفي بذكرى الآلهة القديمة مثل إله الخصوبة بعل. ثم أفسح التجار الفينيقيون الطريق للقرطاجيين الذين أسسوا مدينة سيرتا، ثم أصبحت عاصمة مملكة نوميديا حتى ضمتها روما إلى إمبراطوريتها في العام 46 قبل الميلاد.
كانت مدينة قسنطين الرومانية ذات يوم مزينة بالنوافير. هذا تمثال ناج للإله اليوناني دايونايسوس أو الروماني باخوس، إله الخصوبة والشراب. لكن المعروضات الرئيسية هي الفسيفساء الرومانية. يمكنكم رؤية الفسيفساء في منازل الأغنياء أو الطبقة الوسطى أو داخل الحمامات الرومانية. يمكن العثور على هذه الأرضيات الفسيفسائية في المنازل وفي حمامات الطبقات العليا الرومانية التي عاشت هنا، وهي تصور مشاهد المعارك البحرية والسباحين. ويمكنكم أن تروا فيها براعة في استخدام الهندسة في تشكيل اللوحات، وهي إحدى الجماليات الفنية المصقولة التي طورها الرومان بحلول القرن الثاني. سلبت قسنطينة في نهاية المطاف من قبل الواندال في القرن الخامس. الآثار الرومانية في الجزائر رائعة، ويوجد خارج قسنطينة مباشرة موقع رائع آخر، مدينة جميلة بنيت في الأصل للجنود الرومان، وهي موقع آخر من مواقع التراث العالمي لليونسكو، وتقع في مكان مذهل. القطعة المركزية المتبقية هي قوس كاراكلا الضخم، تشمل آثارها الميادين وأمكنة الصلاة ودور العبادة والأقواس والشوارع والمنازل. لا تزال مدينة جميلة وإحدى أكثر الأمثلة إثارة للإعجاب لكيفية تطويع الرومان لهندستهم مع المواقع الجبلية. تقع على قمة تل، محاطة بتلال سلاسل جبال أطلس على ارتفاع 3000 قدم. بعد 1000 عام احتل العثمانيون الجزائر، وبعد ذلك ب3 قرون الحاكم العثماني الحاج أحمد بك بنى هذا القصر الرائع. يحتوي القصر على حرملك يطل على سلسلة من الأفنية تحيط به أروقة مزينة بالبلاط. إنه تصوير إسلامي جميل للجنة، وهو أحد أفضل القصور المرممة في كل الجزائر. يخبرنا المرشد المحلي رواج ميدان بالمزيد عنه. في الهندسة المعمارية للقصر هناك مزيج بين الطراز المغربي الذي يتضمن دائما إطلالة على الحديقة من الخلف. الحديقة الأولى هي حديقة البرتقال، والثانية هي حديقة النخيل. يمكن رؤية الطراز المغربي في الكثير من الأماكن مثل الحدائق الداخلية لقصر الحمراء وإشبيليا وقرطبة. لكن توقيت بناء القصر جاء في وقت سيء للغاية، فقد تزامن مع الحصار الفرنسي للجزائر. عندما تحركت القوات الفرنسية شرقاً دافع أحمد بك عن المدينة بغيرة، لكن الأمر كان فوق طاقته وفر من القصر بعدما عاش فيه مدة 2 فقط. لم يستسلم حتى العام 1848. بعد الاستقلال حول الجيش الجزائري القصر إلى مقر له. تاريخ قسنطينة حاله كحال أغلب تاريخ الجزائر، هو تاريخ فتوحات ومعارك واحتلال. هذا النصب الضخم المطل على قسنطينة يخلد في الواقع ذكرى الجنود الفرنسيين الذين فقدوا حياتهم في معارك الحرب العالمية الأولى في أوروبا القاسية. لكنه مكان رائع لتأمل قسنطينة اليوم وما وراءها، التلال المنحدرة للأراضي الساحلية النائية الغنية والنابضة بالحياة. إنه ثراء يفاجئ أولئك الذين يزورون هذه الدولة الأكبر مساحة في إفريقيا.